بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في سورة يوسف ورد قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فما المقصود ببرهان ربه الذي رآه يوسف عليه السلام؟ برهان ربه الإيمان، الإيمان الذي جعله الله في قلبه منعه من أن يقع في الفاحشة، منعه أن يقع في الفاحشة. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فالله عصمه بسبب أنه مخلص لله عز وجل في حالة الرخاء، ومن أخلص لله وعرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلما كان يوسف عليه السلام كان مع ربه عز وجل دائما وأبدا، كان مع ربه عز وجل دائما وأبدا في طاعته، لما وقع في الشدة أنقذه الله منه ومنعه من الوقوع، لأن الإنسان بشر. لولا عصمة الله جل وعلا، الإنسان بشر، والله جل وعلا يعصم عباده المؤمنين بسبب إيمانهم.